السلام عليكم الاخوان الاخوات، كي دايرين؟ بخير، كلشي مزيان، اموركم بخير وعلى خير. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله بغيت نقدم معكم واحد الوصفه ديال الكريب. كيجي غزال، كيجي رائع، كيعجب الوليدات الصغار والكبار. ان شاء الله تبعوا معايا الطريقه من الاول حتى الاخر. نص سترو ديال الحليب، معلقه كبيره ديال السنيده، نكهه ديال الفاني، ممكن تنسمو بلي يعجبكم، جوج بيضات، زلافه ديال الدقيق الفورص، نقسمنا معلقه، معلقه كبيره الزبده مذابه كما كتشوفوا معايا. بسم الله، ناخذ هنايا دوك جوج بيضات اللي كتشوفوا معايا، نخويهم على هاد نص سترو ديال الحليب اللي عندنا هنا كما كتشوفوا. نزيد عليهم معلقه ديال السنيده كما كتشوفوا معايا. ايوا هنا نخليهم يطربوا مزيان، يطرب الخليط حتى يطرب مزيان. تبعوا معايا الطريقه ان شاء الله. من بعد ما طرب الخليط كنزيد عليه هاد زلافه ديال الدقيق، راه ديجا مغربل كما قلت لكم، راه زلافه ناقصه منها معلقه كبيره ديال الدقيق اللي ناقصه منها بالعبار. تبعوا معايا الطريقه، كنزيد عليهم هنا معلقه كبيره ديال الزبده، ونرجعوا الخليط ديالنا هنا كيطرب مزيان حتى ما يبقاوش فيه دوك الكويرات. من بعد ما طرب هنا غنزيدوا النكهه ديال الفاني، ممكن ديروا النكهه اللي عندكم، ما كاينش النكهات، ممكن ديروا قشور الليمون ولا فاني ولا اللي يعجبكم. ونرجعوا هنا يطرب مزيان. ها هو الخليط ديالنا، نخليه حتى يرتاح نص ساعه 15 دقيقه، ماشي مشكل، هو ما كيخسرش. وهنا غنبداو نطيبو، نديرو المقلاه تسخن. شفتوا معايا كما قلت لكم، راه كيكون الخليط خفيف، ماشي ثقيل. وتبعوا معايا، هنا غنبقى نطيب في الكريب حتى يسالي. كنبداو نخويو كما كتشوفوا معايا الخليط طيب، يبان لكم دوك الفقاعات، يبان لكم طيب تكون عافيه مهيله. كنقلبوا للجهه الثانيه دائما على عافيه مهيله، وكنبداو نحطوا طيبوا ونحطوا حتى نساليوا ان شاء الله. وتشوفوا معايا الطريقه النهائيه، غير تبعوا معايا ان شاء الله، غادي تنجح لكم الوصفه ان شاء الله. الكريب زوين لذيذ، كيعجب الوليدات الصغار، كيعجب الكبار، كيجي رائع، ممكن ترافقوا باللي بغيتوا. تبعوا معايا الطريقه حتى نسالي ان شاء الله.
وهنا غنساليو لي كريب ديالنا. ها هو فاش طيبتو كما كتشوفوا معايا، وتابعوا معايا الطريقه ديال التزيين. هنايا التزيين الاقتراح لي هو ساهل ماهل. عندي هنا الشوكولاط، اللوز مهرمش. هنا غنبداو نزينو ميني كريب ديالنا. كاين بزاف ديال الطرق ديال التزيين، ممكن تزينو بلي كريم باتيسري، ممكن تزينو بالموز، ممكن تزينو بلي فخيز، ممكن تزينو باللي بغيتو واللي تشهيتو. الطرق كتختلف، انا عطيتكم غير هاد الحشوه سهله ماهله، هادشي اللي متوفر عندي هاد الساعه. ممكن كما قلت لكم الاختيار كيبقى حسب الذوق. خليكم معايا حتى نسالي ميني كريب ديالنا حتى الاخر، وتشوفوا معايا الطبق النهائي ان شاء الله. ها هو الميني كريب ديالنا، من بعد ما زينتو باللوز مهرمش والفواكه المعسله، ممكن تزينو باللي بغيتو. التزيين كيبقى اختياري. وهنا وصلنا لتتمه لا فيديو. ما تنساوش ديروا لي اشتراك وتفعلوا الجرس وديروا لايك والمزيد من التشجيعات ديالكم. شكرا لكم، الله يحفظكم، الله يجازيكم بخير، الى فيديو قادم ان شاء الله.